أهلا بكم مشاهدينا في ثالث أيام العيد. الأمنيات لا تزال بهذا العيد بسعادة وفرح، نستقبلها دائما وينعاد عليكم متابعينا، وإحنا نطلع عليكم في برنامج نور العيد. أسعد الله صباحكم وأوقاتكم إن شاء الله بالخير والبركة، وإن شاء الله الكل قدر يأكل جيمر وكاهي. قدرت تأكل جيمر وكاهي؟ يعني كانت أكو محاولات أوف اي والله يعني هو موجود الجيمر الكاهي إيه؟ بس النوعيه شويه تختلف اي إيه اكو الكواليتي اي اكو اصناف ما تقدرين يعني بالخمسه الصبح اي صح الجيم يخلص اي والله اي المشكله على العموم مستمرين بالبحث يعني. اذا مشاهدينا نبلش من الاخبار. مشاهدينا أول الأخبار لهذا اليوم نبتدأها من حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، حيث أعلنت هيئة الأنواء الجوية أن درجات الحرارة في العراق تتجاوز نصف درجة الغليان لهذا اليوم، أي أكثر من 50 درجة مئوية، كما حذرت من التعرض للشمس خلال فترة الظهيرة. أشارت الأنواء الجوية إلى أن المحافظات واسط وميسان وكربلاء والديوانية وذي قار والمثنى والبصرة تسجل اليوم نصف درجة الغليان، كما توقعت تصاعد الغبار يومي الأربعاء والخميس في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية. وهذه فرصة لنذكر بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة مع ارتداء القبعات أو النظارات واستخدام واقي الشمس تجنبا لضربة الشمس. وأيضا فرصة سوي لتاق الوزير الكهرباء نقول له ترى الوضعية يعني ما تتحمل اللي دي يصير بالكهرباء. مشاهدينا من الطقس وحرارة الطقس إلى حركة الشارع والسير في العاصمة، حيث أعلنت مديرية المرور العامة عن تطبيق نظام الرادارات في الطرق السريعة المؤدية إلى محافظات كربلاء والأنبار وديالة وبابل أيضا، كما أكدت أنها ستدخل في باقي المحافظات لتحديد السرعة ومنع السرعة الزائدة للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث المرورية في الطرق الخارجية. نوهت مديرية المرور إلى أن هناك الكثير من المقترحات والخطط المستقبلية التي تعمل عليها، بعضها دخل حيز التنفيذ كالكاميرات الذكية والرادارات في الطرق الخارجية والإشارات الضوئية الإلكترونية وتخطيط الشوارع وتغيير ساعات الدوام الرسمي لفك الاختناقات المرورية. وهناك خطط مستقبلية لدى المديرية بالتوجه نحو التكنولوجيا والحداثة. في سياق آخر مشاهدينا، أعلنت وزارة التخطيط عن اتخاذ أربع إجراءات مشددة للحد من الذهب المزيف، مؤكدة أن الفرق الخاصة بالجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية تتابع عمل الصاغة وتراقب المصوغات الذهبية التي يتم تداولها في الأسواق العراقية. أضافت الوزارة أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتولى عملية منح الإجازات ورخص العمل لممارسة مهنة الصياغة، كما يقوم أيضا بفحص الذهب المستورد قبل أن يتم تداوله في الأسواق المحلية. وهناك توجه بفتح مراكز لفحص المصوغات الذهبية المستوردة في المطارات العراقية قبل أن تدخل إلى الأسواق المحلية. وفي آخر الأخبار مشاهدينا، كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان عن خسارة العراق 15% من الأراضي الزراعية بسبب التصحر والجفاف، مبينا أن الأمم المتحدة صنفت العراق من بين خمس دول تأثرت في التغيرات المناخية والجفاف. أشار المركز إلى أن مساحة الأراضي المتصحرة في العراق يبلغ نحو 27 مليون دونم، أي ما يعادل تقريبا نحو 55% من مساحة العراق، تعد أراضي مهددة بالتصحر، مبينا أن المحافظات الأكثر تأثرا هي محافظة ذي قار وميسان والديوانية، لافتة إلى أن المناخ الجاف والحار والتلوث سبب رئيسي بالتصحر.
مشاهدينا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والطقس، وإحنا نتحدث عن التعرض لإشعة الشمس والوقاية منها، لكن هناك من يكون عمله وواجبه تحت أشعة الشمس وهم أكيد قواتنا الأمنية. اليوم حبينا نكون قريبين منهم ونحتفل معهم بالعيد، وخاصة مع رجال المرور اللي هم دائما نشوفهم ليل ونهار. كل هذه التفاصيل راح يرافقنا بها الزميل علي مروان. يسعد صباحك علي، وعيدك مبارك. يعني رغم انه انت دائما ويانا بلايفات العيد او بالتغطيات المباشره، بس لا باس نقول لك دائما عيدك مبارك، ويا ريت تعايد لنا ايضا رجال المرور اللي موجودين يمك. نعم آية، صباح الخير عليكم وعام سعيد ان شاء الله، كل عام وانتم بالف خير انت وديمة. اليوم احنا موجودين بواحد من ابرز التقاطعات في بغداد، حبينا نكون برفقه رجال المرور. مثل ما ذكرتي انه رغم درجات الحراره، رغم الارتفاع بدرجات الحراره، لكن هم موجودين يؤدون واجبهم في تقاطعات بغداد وكافه العراق. حبينا نقدم لهم معايده بسيطه بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وايضا يحدثونا عن كيفيه تنظيم السير بايام عيد الاضحى، خاصه انه في أيام العيد غالبا ما تكون شوارع بغداد والتقاطعات المهمة في بغداد مزدحمة بالعجلات، فتكون عملية تنظيم السير يعني تقريبا أصعب من باقي الأيام، لكن هم موجودين ومحافظين على السير يعني صباحا ومساء. فخلينا نلتقي بالمفوض أحمد الموجود بقربنا، نقول كل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. خير وصحة وسلامة، وعيد عليكم بألف خير إن شاء الله. ربي يسلمك. يعني جهودكم واضحة خاصة بعيد الأضحى، رغم ارتفاع درجات الحرارة لكن موجودين انتم بأماكنكم تحافظون على السير. أريد تحدثني عن كيفية الحفاظ على السير وتنظيم السير خاصة بأيام العيد، يكون زخم بالعجلات في هذه المناطق. يعني احنا موجودين اليوم بتقاطع الرباعي، هذا التقاطع دائما ما يكون مزدحم بالأيام العادية، فكيف بأيام العيد كيف تحافظون على السير؟ دائما يكون زخم عندنا أيام العيد، بس لكن الوقت الصباحي يعني يصير الزخم اقل، لان الناس تعرف تتوجه للتسوق والمولات والمكانات الالعاب، فيصير الزخم بالمساء. الصباحي يعني تقريبا زخم اقل، لان حسب قلت لك الوضع هذا الموجود، فاحنا متواجدين مع هذا. يعني احنا حتى لو مثلا يكون هو الزخم قليل، لكن احنا منتشرين وواقفين حتى ما يصير خاف يصير حادث لا سمح الله او شيء، فاحنا بهاي الحاله متواجدين وننطي كل طاقتنا للناس، وما لا يهمنا لا حر ولا البرد، دائما هاي تعرف رجال المرور، وهذا وضعنا يعني ان شاء الله. نعم، يعني نشكركم على جهودكم المبذولة بتنظيم السير، يعني واجب مهم جدا لرجل المرور في أيام عيد الأضحى بتنظيم السير باكتظاظ الشوارع بالعجلات. احنا نشكرك حتى نكون يم بقية المنتسبين الموجودين. هذا شرف ان من عندكم، باعتبار انتم يعني تباوعون وما ناسين هاي واجبنا هذا. شكرا جزيلا لك، شرفنا بوجودك ويانا. اذا مشاهدينا خلينا نتوجه ايضا لرجال المرور البقيه الموجودين بهذا التقاطع، اذا ممكن الكاميرا تشوفنا ما موجود من عجلات، ايضا ما موجود من التزام من قبل المواطنين ايضا بالسير بالوقوف حتى قبل الخط المخصص لوقوف العجلات. هذا الشيء مفرح انه يكون هناك التزام من قبل المواطنين بهذا الموضوع، ايضا بوجود رجال المرور. يعني لاحظنا حتى من رجل المرور ما موجود بالتقاطع، لكن العجلات واصحاب العجلات ملتزمين بهذا الموضوع. خلينا نلتقي ايضا باحد رجال المرور الموجودين، نقول لك صباح الخير عليك وكل عام وانت بألف خير. صباح الخير، كل عام عليك كل عام بخير عليك وعلى الجميع. ربي يسلمك. سولف لنا بايام العيد شلون دا يكون التزام العجلات وتنظيمكم للسير؟ حركه السير طبيعيه، حركه السير عاليه، الموقف جيد، اكثر المواطنين ملتزمين بالتعليمات والاشارات المروريه. زين، اكو صعوبه بايام العيد عن باقي الايام؟ لا 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 بالعكس. عجلات لا لا كثرة عجلات زخيم؟ كثرة العجلات تصير بالشفت المسائي. مش شفت المسائي كثرة العجلات، الصباح لا، حركه السير عاليه.
احنا نشكرك جدا وكل عام وانتم بألف خير، ربي يسلمك. خلينا ايضا نكمل جولتنا مع رجال المرور الموجودين ب هذا التقاطع. يعني لاحظنا انه مثل ما ذكرنا هناك التزام من قبل المواطنين حتى ب يعني باغلب التقاطعات في بغداد. الناس والاصحاب العجلات ملتزمين بالسير وبالوقوف قبل الخط المخصص لوقوف العجلات. خلينا نلتقي ايضا باحد رجال المرور، نقول لك كل عام وانت بألف خير. صحة والسلامة، انت بخير صحة والسلامة ان شاء الله عواده. ربي يعود عليكم الصحة والسلامة. شنو اختلاف تنظيم السير بايام العيد عن باقي الايام الاعتيادية؟ هناك زخم اكثر في العيد، فكيف تتعاملون كرجال مرور بحل هذه الزحامات اللي ممكن ان تحصل بالتقاطعات؟ والله الحمد لله شر المواطنين جاي يلتزمون بالإشارة الضوئية، خاصة بالتقاطعات اللي عندك علم بالإشارة الذكية، التزام موجود وواضح من قبل المواطن، يعني اكو تغيير بالوعي الفكري المواطن العراقي. هذا الشيء ممكن خفف عليكم، خفف من الجهود اللي ممكن ان تبذلوها بتنظيم السير قبل نصب الكاميرات الالكترونية الجديدة، وقبل ايضا يعني تنفيذ القرارات الصارمة بحق كل من يخالف إشارة المرور. صحيح، اكو التزام، اكو فرق كل الشاسع واضح من قبل المواطن بالالتزام على الإشارة الضوئية الذكية. زين، اكو فرق كلش بعيد. احنا نشكرك جدا وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله، ربي يسلمك. اذا مشاهدينا مثل ما شفنا انه رجال المرور قامين بواجبهم بشكل جيد بالتقاطعات اللي تشهد زحامات، واغلب التقاطعات في بغداد اللي موجودين بها هناك التزام من قبل المواطنين، وهذا الشيء ساعد على تنظيم السير اكثر. مو فقط رجل المرور هو المسؤول عن تنظيم السير، المواطن نفسه وصاحب العجله نفسه هو مسؤول عن حل الزحامات بالتقاطعات اللي تشهد غالبا ما تكون مكتظه بالعجلات. فيعني عملية تنظيم السير تقريبا أصبحت متبادلة ما بين رجل المرور وصاحب العجلة، عند التزام صاحب العجلة بالتالي رجل المرور راح يكون يعني واجبة يكون تنظيم السير بشكل طبيعي بعيدا عن حل النزاعات اللي ممكن أن تحصل نتيجة يعني الأشياء والمخالفات اللي تصير بالتقاطعات. نعم علي، احنا طبعا نشكرك على هذه التغطية وهذا الالتفات الحلوة لرجال المرور. نشكرك شكر جزيل، نتمنى لك يوم سعيد بدون أي ازدحام. تتعدد أصناف الحلويات ويكثر الإقبال على شرائها وتناولها بشكل خاص خلال أيام العيد، لكن الإقبال الأكبر يكون على الحلوى الأكثر شهرة في بلدنا وهي زنود الست والبقلاوة. لذلك ممكن نلاحظ النشاط الزائد في مصانعها ومحال بيعها. نبذة سريعة عن مكوناتها وطريقة تحضيرها في تقرير الزميلة شكران الفاضل. عيد سعيد على كل مشاهدي شاشة قناة يو تي في. تعتبر البقلاوة وزنود الست واحدة من أشهر الحلويات اللي يقبل عليها الناس بكثرة، خاصة في أيام العيد وأيام المناسبات. حتى تتعرفون على أصلها وطريقة صناعتها خطوة بخطوة، خليكم ويانا. عندك البقلاوة، البقلاوة العراقي يلي بيحبوها كل العراقيين طبعا، هي أصلا من عندنا من سوريا، أصلا من أهل حلب. في حدا اسمه بتركيا مبيد أوغلو كان زاير عندنا بسوريا وشاف طريقة صنعها وحبها وطعمها كثير حبها وتعلمها واشتغلها بتركيا، وهن عادوا على تصنيعها وعملوا مكانات وقووها وعدلوا عليها هواي، وصار الصيت هلا القوي لاهل تركيا يعني طبعا، والعالم عم تتعلم منهم، يعني هن اللي طوروها للبقلاوه هواي يعني بعد السوريين.
الزنود الست طلعت من لبنان من اهل لبنان. هلا زلنا الطحين، يعني نحن سوينا الطحين وحطينا البيض، حطينا 3 رطورات حليب سائل. ما انا ما بحط حليب، في بعض من الناس بتحط حليب ناشف، بقى انا بحط حليب سائل يعني احلى، يعني مشان تعطيها هاللون الحلو وهالجوده المرتبه طبعا. وبندعك يعني بالعجين يعني بشغلة 10 دقائق، ما بندعك هواي عشان العجين ما يصير حار. يعني بنطلع بنريحه فقط انه شغله ساعه ونص، بنريح العجين وبنفتحها على الشيتر، نصها بنفتحها على الشيتر ونص الثاني بنكملها على الايد وبنخليها كثير رقيقه وما بنخلي فيها نشا ابدا، عشان النشا طعمه البقلاوه اكيد ما مو طيب. يعني هو يعني اهم شيء ما يكون في نشا بالبقلاوه عشان تعطيها الطعم الطيبه والقرش الطيبه. طرمنا الفستق، تبلنا شوية حطيناه بخة مي، بخيناه بالمي وخليناه بالطاولة وفردناه، لازم يكون كله تساوي عشان يطلع شكله كتير مرتب وحلو. طبقناها على الترتيب الحلو وقطعناها، حمينا الدهن وحطينا الدهن، ولازم يكون كل ورقة نرش لها أكيد بخة دهن بسيطة مو هواي عشان يكون فيها القرشة الناعمة الحلوة اللي بيحبوها بعض العالم. كثير ناس بيحبوها القرشة البقلاوة فيها الهشة الحلوة. منطبعها ومنقطعها ونرجع نحط لها دهن ونحطها بالفرن على درجة حرارة 210 كعب وسفل. هلا عنا عجينة الزنود الست، زادت عجينة البقلاوة، نفس عجينة البقلاوة طبعا، بس اللي بتختلف الزنود الست عن عجينة البقلاوة بس بنحط حليب سائل للعجينة البقلاوة. بس لعجينة الزنود سندوت الست نحط لها حليب ناشف بودرة، بس هيدا يعني الفرق ما أكتر. هي بنحط لها شيرة بالعجين وهديك ما بنحط لها شيرة. هلا نحن بنطبخ الكاستر طبعا بحليب وبنخلي له نشا، بنطبخه على الطباخ وبنجي بنخليه يبرد شوية، بنكون فتحنا العجينة جهزنا العجينة، بنجيب الكيس تبع الفورما بنعبيه كاستر وبننزله وبنلفه حبل حبل ورا حبل، يعني حبل كثير يعني مرتب وكلها تساوي بعض عشان يطلع كل الصينية تشبه بعضها ما تطلع شيء غير شيء. بعد ما منلفها منقطعها منصفها بالطاولة وبنكون حمينا الدهن، حمينا للدهن ونخليه يحتر يعني انه لدرجة 250-300 درجة الحرارة، والفرن نكون محمينه على 400 طبعا، ونحط الدهن فوق هالطاولة ونحطه بالفرن. بتطلع كمان منشيرة، كمان شيرة خفيفة وطيبة. بالأعياد بالمناسبات مثلا إذا حدا بده، مو شرط إنه مناسبات، يعني في ناس بتاخذها هدية، مثلا إذا واحد عنده صديق بده يهدي بيهديه بقلاوة، بياخذ له بقلاوة. البقلاوة يعني إنه كتير مرتبة وفخمة لهيك بياخذوا البقلاوة هدايا. والأعياد والمناسبات لكل الأعياد والمناسبات يعني فينا الواحد ياخذ بقلاوة. شكرا جزيلا، شكرا الفاضل على هذه الدقائق في هذا التقرير. مشاهدينا احنا باقيين ومكملين وياكم في العديد من التغطيات والتقارير والاخبار، لكن بعد هذا الفاصل. عشر من حزيران هو اليوم العالمي لفن الطبخ المستدام، وهي مناسبة لكل دولة أن تظهر أطباقها وأكلاتها بنكهات طيبة، ومثل باقي المطابخ يحتفظ العراق بأكلات متعددة ما زالت موجودة على المائدة. ومن المهم أنه تبقى هذه الأكلات باعتبارها فن موروث وتقليد عراقي، وإحنا أيضا نتباهى به دائما.
وباعتبار اليوم احنا في اعياد ايام عيد الاضحى المبارك، وهناك اختلاف بين المحافظات بانواع الاكلات التي تقدم في العيد وخاصه ريوق العيد. ربما الكثير منا يفضل الكاهي والجيمر، طبعا يمكن الغالبيه يفضلون الكاهي والجيمر، لكن بعض المناطق يكون تقليدها للريوق مختلف جذريا، مثل أهالي كركوك عندها أكلة خاصة بالريوق وتحديدا بالعيد، وهي الفاصولية أو القيسي. شنو سر هذا التقليد؟ راح نعرفه بتقرير الزميل عمار حامد. لا يعتبر فطور العيد من العادات الحديثة، بل هو موروث الآباء والأجداد هنا في كركوك، حيث يجتمع الأهل والأقارب والجيران على سفرة واحدة تعرف بفطور العيد. طبعا هذا العادات والتقاليد هذا شيء موروث، مو بقتنا احنا، يعني منذ القدم، يعني نقدر نقول منذ مئات السنين المتعارف عليه. حتى في أيام لما كانت الناس يعني رحالة يكون فطور العيد بيت الشيخ أو بيت الشخص الكبير اللي بالمنطقة، فهذه بالنسبة لهذا المسألة هي موجودة عندنا يعني على عموم المنطقة، على عموم منطقة كركوك يعني، وباقي المحافظات هم كذلك، لأن هي المناطق دي كلها ذات طابع عربي وعشائري. فشي احنا الأشياء الموروث هذا عرف، يعني شلون العرف الموجود، يعني العرف السائر نفس العرف الموجود، فهذه تقاليد هي من ضمن العرف، من الثوابت الموجودة. يعني ما تصور هسه يعني اكو قرية من القرى، يعني حتى مهما يكون يعني وضع الاقتصادي مثل ما يقول ذاك، لكن ألا تكون في كل قرية هذا الطابع. تعتبر هذه العادات من العادات الأصيلة التي تناقلها أهالي كركوك وتورثوها من أجدادهم عبر السنين، فالبيت الكبير يجتمع فيه الجميع لتبادل التهاني والتبريكات بحلول العيد، وهي من الثوابت التي اعتدنا على مشاهدتها أول أيام العيد. هذه تقاليدنا من قديم الزمان، ماشي هاي التقاليد سارية بكل المناطق العربية، قارب وجيران والمنطقة والمحبين، ما تختصر بس على القرية. دعوة يم الشيخ أو الزمتة الكبير أو الختيار القرية أو شيخ القرية، وهاي الماشي هاي ورثناها من أجدادنا. فيما ينفرد المكون العربي بهذه الطقوس الخاصة بالعيد في كركوك، فالمكون التركماني والكردي يمتلكون نفس هذه العادات أيضا، لكن بأطباق مختلفة، وأبرزها الفاصوليا والقيسي والرز. من كركوك عمار حامد، يو تي في. طبعا أكلات العيد وخاصة بعيد الأضحى بالعراق دائما تكون دسمة، وإحنا بحديثنا عن اليوم العالمي لفن الطبخ ردنا نعرف شنو يختلف في المطبخ العراقي عن باقي المطابخ، فاختارينا أكثر شيف يعني شايف روحه، وأكثر شيف معترض على كل شيء، وأكثر شيف أكله طيب. ويانا اليوم خلدون اللي هو شيف الخاص بيو تي في واللي دائما يتحفنا بأكلاته، بس هو مشكلته يعني من يسوي أي أكلة ما يخلينا بعدين يعطينا فرصة أنه نتذوق جزء من عدها، وما أعرف عنده بس يعني ناس مخصصين يخليهم هم يعطيهم مساحة. بالبداية طبعاً شلون الصحة؟ كل عام وانت بخير، مبارك إن شاء الله، سنة سعيدة عليك وسنة كلش إن شاء الله يا ربي كل طموحاتكم تتحقق. شكرا. ما شايف نفسي أنا، ما شايف نفسي صراحة. أنت كلش شايف نفسك، لكن هنا أنا دائما يعني أنا أسئلك على كل شيء تتعامل بطريقة فوقية. المطبخ هو مملكة، زين تمام، فأنت تكون أنت سيد هذه المملكة. حلو تمام، يعلمنا طبعا لازم. عشان عشان أنا دائما برنامج يقدم أكلات جديدة، يقدم أفكار جديدة، يقدم محتوى جديد. أيه. طبعا فشوف طبعا نشوف نفسنا يعني. والله من حق. لأنه أنت علمي وأنت رجل أكاديمي، مو مجرد شيف اعتيادي. هاي من باب الزمالة يعني. لا لا، أنت صار لي وياك 15 سنة، أعرف كل تفاصيل عملك وأعرفك إيش قد مهني وإيش قد دقيق وعلمي، يعني أمشي هاي. هو لازم إنه يدخل العلم بالطبخ. أيه. يعني حتى لا يبقى واحدة، لازم انه تدخل هنا العلم، ودخل انه اشياء جديده وتطورات جديده، وهذه اشياء مهمه. نعم. عقبنا على الموضوع هذا اللي يقول انه كل اكله
يعني أكلات خاصة بالعيد وخاصة بالعيد. باختلاف المحافظات. طبعاً أكيد كل محافظة لها فد روحية معينة بالطبخ أو أكل معينة، ومو بس العراق طبعاً. كل دول العالم هم عندهم فد روحية معينة بالطبخ، يعني عندهم روحية بالعيد. مثلنا إحنا عندنا الكاهي، عندنا الكليتشة، نشوفه دائماً. إيه؟ بالعيد تكون الناس تفعلها أكثر. إيه؟ الناس تروح ممكن تأخذ الصواني أكثر، كمية أكبر، توديها لبالصمون وتوديها ويخبزوا لهم صواني كبيرة، كلش كبيرة. هذا موجود عندنا إحنا بالعراق وأيضا بعض الدول. تمام، يعني حتى بعض الدول ممكن يكون معمول. طبعا المعمول الكليتشة نفس الطريقة، ماكو أي اختلاف. هم نفس الشيء، يصحوا لك كعك العيد قبل العيد، لازم إنه يحضرون الكعك، تقوسهم كل عائلة تقعد حتى تسوي هذه الأكلات، حتى شنو اللمة، لمة العائلة، روحية العائلة. هي بالتالي هي وسائل تعبير. طبعًا الطبخ طبعًا هو وسائل تعبير، مثل ما نتحدث عن مناسبات الأعياد إلى أطباق الخاصة، حتى لا سامح الله في مناسبات الحزن أيضا أكو أطباق خاصة. هنا راح يمكن حتى نتأكد أنه شقد الموضوع هو يعبر عن مشاعر الأفراد والمجتمعات وغيرها. بما أنه اليوم تحدثنا عن العلمية مثل ما ذكر بلال، اليوم هو اليوم العالمي لفن الطبخ المستدام. شقد هذا اليوم حلو ومهم، حتى ممكن انه احنا نعيد النظر ونقدم كثير من الاشياء المهمه للمطبخ بشكل عام بالنسبه لكم انتم كطهات. احنا نحاول انه نختصر الاشياء. احنا دائما انه ما تكون كل المكونات كلش وشو معناته المستدامه، نحاول انه نخلي الاشياء اقل وتعطي يعني قيمه اكثر. يعني كل ما قللنا احنا، كل ما قللنا احنا، كل ما كثرنا بالقيمه اكثر. فهنا هو هذا اللي الطريقه اللي نمشي بيه. الطريقه اللي نمشي بيها احنا نحاول نختصر الاشياء، نحاول نقدم اشياء جديده، نحاول نقدم افكار جديده، ونختصر يعني نختصر بالوقت، نختزل بالوقت، نختصر بالمواد. هذا دليل انه الاشياء بالقيمه غيرت الماديه تغيرت عن قبل ممكن خمس سنوات. طبعا التكنيك يختلف، التكنيك لازم يختلف، التكنيك لازم يتطور. يعني انت مثلا من تريد تسوي مرقه، قبل لازم تبقى لك فد ساعتين او ثلاث ساعات يلا تصير المرقه. زين هسه ممكن انت خلال 30 35 او 40 دقيقه تقدر ان انت تختصر. شنو اللي تغير يعني؟ تغير التكنيك بالطبخ، اختلف التكنيك بالطبخ، ما يأثر على الطعم؟ لا ما يأثر على الطعم، هو نفس الطعم. تقدر تسوي الصوص على حده، وتقدر تسلق اللحم، وبعدين تسوي اعاده تركيب زين باشياء مدروسه وخلاص. انه انت اختزلت الوقت، اختزلت الـ حتى طاقتك، انه ثلاث ساعات واربع ساعات. اريد اعرف ما انت ما اثر عليك التطور اللي صار مثلا بالتغذيه؟ هسه الكل يحكي على الغذاء الصحي، ويحكون على الدايت، ويحكون نقلل دهن، نقلل ما اعرف شنو، والشيف هو يحتاج هاي الاشياء اللي هي تخلي الاكل اطيب. شلون هو تتعامل؟ طبعا كل شيف له روحيه معينه. اي يعني انت هذا كل واحد له لمسه معينه. تقدر تعرف الشيف هذه بلمساته، بالفينيشينج مال الطبق ماله، بالطعم المختلف اللي عنده، شنو روحيته. يعني شلون مثل الفنان او الرسام اللي يرسم اللوحه مالته، يعرف شلون يناسق المكونات، ويعرف شلون يخلي هذه قبل هذه وهذه بعد هذه، اكيد راح تطلع الطبخه طيبه. اي بس يعني بس ما معقول مثلا يسوي باقي اللي بدهن دايت، يصير كل شيء يصير. يصير طبعا كل شيء يصير. يعني انت من اختصارك ممكن تسوي باقي اللي بدهن بس دايت، يعني مو كل شيء موجود. زين بس انت لازم تعرف ايش وقت تضيفه، ايش وقت تخلي الدهن، ايش وقت تقلل، شنو نوعيه الدهن، منين تجيب الدهن، شلون تسوي هذا الدهن اللي هو ممكن يكون صحي ودايت. زين خلينا نستثمر، انت يعني عندك معلومات عن كل دول العالم تقريبا، عن اغلب دول العالم ومطابخها، ورحت انت اصلا عشت برا واوروبا وبلدان عربيه، يا ريت تعطينا الميزة للأكل العراقي، وليش الناس من تجي للعراق يتعجبون على الأكل العراقي. أول شيء يبحثون عنه هو الأكل. شوف الأكل العراقي، احنا كنا نعرف انه احنا أصل الطبخ، يعني تعرف المطبخ الآشوري والمطبخ هنا خلط الثقافات اللي موجودة بالعراق أسست لنا انه هذا يعني هذا المنيو الواسع من الطبخات، هذا المنيو الجميل من تمازج بهذا النكهات. حالنا حال المطبخ السوري او المطبخ اللبناني، كل يعني كل مطبخ بسبب الثقافات اللي اجت بداخل هذا البلد زين خلته انه يبتكر طبخات وتدخل طبخات جديده على المطبخ العراقي.
مع هذا التطور ومع دخول الثقافات، تتوقع أنه اليوم أكو مطابخ هي شوية تريد تتصدر على المطبخ العراقي؟ اليوم إحنا نعرف مع كل اعتزازنا طبعا للمطبخ السوري واللبناني، بس اليوم نشوف بالشارع كثير من المطابخ السورية واللبنانية، درجة أطباقنا وموائدنا تحولت على كثير من الوجبات. حتى من نروح نقعد مطعم يمكن ما ننتبه على نفسنا إلا يمكن المائدة كلها هي أكلات سورية أو لبنانية. فشنو شوفوا المطبخ السوري متأثر من المطبخ الفرنسي، المطبخ اللبناني ايضا متاثر بالمطبخ الفرنسي. كل هذه هي شنو سببها؟ الاحتلال، مثل الاحتلال الفرنسي احتل سوريا، خطاهم النكهه، اعطاهم اشياء، اعطاهم ما ادري شنو، غير الثيمة المطبخ اللي عندهم، ثقافات. قلت لك كل ما طب الثقافات اكثر، ممكن كاحتلال او ممكن انه احتكاك او أيضاً. احتكاك او 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 يعني قلت انه تولدت اكو ثقافه غذائيه مثلا. حتى تخيلي انه بعض الاكلات، بعض الطبخات مثلا من ايام الانجليز، الجنود الهنود انه جابوا بهاراتهم وجابوا تكنيكهم بالطبخ وجابوا طرق الطبخ اللي عندهم، فهي كلها تغير من الضيف يجوز اشياء. لكن تنسون احنا عندنا مطبخ كلش عريق وكلش قديم، قديم اللي جداً. هو المطبخ الاشوري مثل ما ذكرت. زين شنو اهم الاكلات العراقيه؟ المطبخ السومري اللي مثلا، لان يقولون اكو بعض الاكلات هي مو عراقيه بس احنا ننسبها انه ماكو، هي اكلات عراقيه يعني. مثلا عندنا مثلا على سبيل المثال عندنا المصموطه، اي عندنا لها حتى جداريه موجوده، انه شلون صادت السمكه ونوع السمكه شنيه ونوعين السمك، موجوده حفريات. زين شلون تتيبس؟ بعد ما تتيبس يصير على طريقه شو اسمه، بعض الدول قامت هي اصلا تسوي هذا اللحم اليابس او السمك اليابس او الفسيخ. الفسيخ لا، الفسيخ يختلف، يختلف. الفسيخ ما راح يتعرض لاشعه الشمس، لا هذا يتعرض لاشعه الشمس. فتشوف اكو هواي مطابخ اوروبيه تيبس اللحم او تيبس شو اسمه، هذه كلها طرق سومرية. الدولمة عراقية؟ دولمة مو عراقية. اه نعم مو عراقية. لا دولمة مو عراقية. لعد الدولمة هي خليط يعني، لكن ترجع للمطبخ الروماني. الكبة، الكبة مزيج يعني بعض الدول يعني. بس الكبة اللي البغدادية او بس احنا قلت لك احنا بغداد ناس احنا اطيب دولمة موصل الكبة موصل. بكل دول العالم اكل محاشي، كل دول العالم اكل محاشي. نعم يعني بطريقه المحشي او طريقه الحشوه هذه بعد كل من وبكيفه يعني. كل ناس تحشيها خضار، كل ناس تحشيها تمن، بس اكو دول ما يخلون السلق هذا اللي احنا نستخدمه، يخلون ورق العنب. انت 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 والهانه ايضا شنو احنا؟ لا لا اكو 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 بعض المطابخ الحشوه تصير باللهانه، اكو ناس يستخدموها. لا تكون التغليف لهانه. اي تغليف لهانه بالضبط. اكو هواي اكو هواي مطابخ يسوون بس جدر واحد. اللي هي آية طبعا ملفوف. يعني هي خبيره بالطبخ كتذوق. من لفت من لفت لا 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 من لفت ايديها لفتها للهانه. لا مو تطبخ اللي فيها هيك اللهانه تلف. لا لا تاكل بس تتذوق. دباش فيها هيك عكس تعطي رأي بعدين تفتح بالدنقر. اوكي اوكي يستعينون بيها هوايه بال والله احسن مثل السيجاره، من مثل السيجاره يجي رفيعه وتصفتيها صح لانه ممكن تتفلش. زين شنو الاسرار اللي تخلي الدولمه انه هي ما تنفتح او تتفلش؟ بما انه ذكرنا يعني صفطيها عدل بس صفطيها عدل، سديها زين، صفطيها عدل، وزعيها صح، خلي عليها صوص كبسه زين، كبسه زينه، خلي عليها شويه دهن، ولا اذا تريد اذكر خلي شويه عليه زيت الزيتون. اذا هي هاي الاسرار، هي هاي الاسرار نقول بها تطلع مصفى جوا. شي يخلون هاي بعد يمك انت بكيفك. لا لا اعطينا الافضل. انا الافضل؟ اي شنو الافضل؟ اي يعني ماكو العراقي يحب الضلوع يعني، اكيد ضلوع باقله. اي وهاي السوالف صح. اليوم شنو اليوم شنو ايش راح اسوي لنا الاكل اليوم؟ اليوم؟ اي ما له علاقه اصلا لا بالدولمه ولا بالمطبخ العراقي. لا والله شنو اليوم؟ اطباقنا هي خاصه يعني. دائما شوف هنا اطباقنا هي اطباق خاصه. احنا نعدل عليها لكن نطلع بفت محتوى جيد يعني، نخلي المشاهد انه يقوم يطبخ يعني، انه يقوم يطبخ حتى لو يخاف، حتى لو مو جريء بالطبخ حتى لو يجرب. لازم يجرب انه يطبخ. زين احنا خلي نروح على خاصه الدولمه يعني. على سياق رائد ابو فتيان اكو قصه قصيده، اريد قصه طبخه. قصه طبخه؟ اي انا عندي وايد قصص بالطبخ. اي اريد واحده كلهم ضربه بابا. اي اريد واحده كل طبخه الها فد حس بالنسبه لي، كل طبخه الها فد لمسه لي خاصه. لا لا اريد قصه تحكي لي على واحده من الطبخات. يجوز انجبرت، يجوز كان يا مكان في قديم الزمان. اي جيت انا الف دولمه
زين. فما لفيت عديل، خليت مياه هوايه غرقت الدولمه. لا وعاشت عيشه سعيده. يعني انت تسالني اي لا اريد مواقفك. هوايكم مواقف انت يعني. انت يعني تتعرض لهواي مواقف. البارحه حركت الدجاجه الا شوي. لا هاي اقرب شيء. هاي اقرب شيء. زين صدق انت شلون تلحق مباشرك؟ العفو قلت لك هي مباشره. قلت لك وهذا التكنيك شلون احنا 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 ماشيين. اذا ما استوت شلون شو احنا سوي؟ احنا ماشيين ماكو متستوي. انت 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 معطول منقحها قبلها مرتب وضعك مكونات وخال مكونات. هذه المكونات تخلي اللحمه تصير اطريه اكثر. هسه هسه اللحم جيب لي اي لحم انا نقع بكم شغله اخلي كل لحم يصير هيك. ما يقول ما يقول تمام. لا يعني هذه الاشياء كلها اشياء كيميائيه بلشت تدخل بالاكل. هاي الاشياء الكيميائيه سابقا كان قدمت الموضوع ياخذ وقت اكثر صح. تحديدا بطريقه طبخ اللحوم حتى الدجاج سابقا كانت الناس ما عندها فكره التتبيل قبل يوم. شلون اتخلص من البكتيريا اللي بيها؟ شلون انه اتخلص من الزفره مالتها؟ قلت لك هسه اكو اشياء هسه اكو مطبخ يصحوا له كيميكال مطبخ يعني كيميكال فود كيميكال فود. هذا همنات يعني اخذ محور جديد واخذ هسه نرجع هذا هذا تعرف شلون توظف الكيمياء بالغذاء. هذا كلش مهم. هذا هذا يختصر لي وقت ويختصر لي اشياء واحسن ما اتعب و يعني ولو انه مرات واحد يحب يتعب شوي يطبخ له في ساعه ساعتين يعني. انت من يطبخ لك؟ من يطبخ لك؟ انا من يطبخ لي؟ انا ما حل ما يطبخ لي غير يعني مو صعب. مرات من اروح لل يم اهلي انه اكون يعني اهلي طابخين. ايه؟ مرات انا اطبخ بنفسي. تقتنع يعني لو تنطي ملاحظات؟ كلش اقتنع. ما اقدر انا اعطي ملاحظات مرات يعني اريد بنفسي انه اعطي ملاحظات بس حتى ما اكسر الحس المطبخي عندهم يعني. ايه؟ حتى لا خليه طبيعي. لا ايه لا اقص الشغف المطبخي عنده حتى انه ادخل مطعم وهذا احاول اريد ان انتقد هذا الشيء بس انا اقول بلكت الله يتطور مثلا. شلون يتطور؟ انت بتنتقد هسه مثلا اكو مفارقه مثلا هسه احنا هواي مطاعم بلشت يعني ايطالي والمدري ايش وهذا اكو قرنش يمكن اذا شايفيه مثل خبزه يصير مزرف أي. ملون هذا اي صعب يسوي مسوي ازرق وساعة يسوي اخضر وساعة يسوي احمر هذا نفسه يخليه على على الفوتوشيني على السيزر نفسه نفسه نفس اللون وصغير يغير اللون مالته هذا ويخليه ويخليه على الكبسه هم نفس الموضوع يعني مو انت كل طبق اي الى الى قرنش معين الى الى فت سنس معين او لمسات معينه مثلا الفوتوشيني بس الترافل ممكن تخلي شوي اذا اردت تطي ممكن تخلي له شويه ترافل اللي هو الكيمة او الشيمة اللي عندنا تكون هيك تبرشه هيك على الوجه وتخلي شويه بارميزان وخلص. صار وياك حتى جاي الاوفر الاوفر بالقرنش بال صار وياك موقف بمطعم ممكن انت طلبت مواقف اوف والله يعني بحيث انت ما يعني ما حبيت الطبق او تريد تنطي ملاحظات او انطيت ملاحظات أعرف أنا مو ما شخصيتك داخل المطعم أنا أقوم أدفع الحساب لا لا أنا مجربة أوكي إيه بأربي أدفع الحساب وأقوم أنا مجربة شكرا جزيلا إلا راح للمطبخ وشاف الطبخ شاف المطبخ شلون دا يشتغل وشاف هاي ترى الحكي مال التلفزيون دا يحكي قبل شوي يتدخل بكل شيء وراح وشاف الطبخ وشاف إذا أشوفه يستقبل النصيحة ويستقبل النقد بروح رياضية خطية بقى كل شيء فيها هيك دا يشتغل هاي غلط هاي صح هاي ما ادري شو انصح ولازمين ورقه وقلم ياخذون من عنده قلت لك الوضع اختلف يعني بس بفضلك احنا بوقتها اكلنا خوش اكل اي والله بفضل الملاحظات والله كان فريش يعني ايه. انا احب الاشياء الفريش اكيد اكل شعبي دا تحجون طبعا 100% ايه. يعني بس يعني كان يعني اكو اصاله بالموضوع يعني يعرفون شلون اشتغل وما ننسى نسولف على الاكل الشعبي بالعراق انا اقول انه تطورنا بعدين نرجع اصاله يعني خلينا نتحدث بس شوي على الاكل الشعبي بالعراق وش قد الناس تحبه انا بالنسبه لي الاكل الشعبي هو رقم واحد بالعراق بعدين باقي الاشياء بعدين باقي الاشياء هاي البيتزا والمدري ايش والسوالف انا بالنسبه لي لا المطعم الشعبي تم منه المرقه مختص بكم نوع مره يعتبر مطعم وحده هو هو هذا اي مطعم وحده هذا المفروض هو هذا مطعم الخاص هذا المطعم يصير اكثر يصير براند ممكن اذا اشتغله صح يعني هواي اكو عندنا مطاعم شعبيه صحيح تمام تقدم التم المرق بطعم كلش طيب هذا اذا قدمه بطريقه بعد احلى وقدمه ممكن يصير براند يصير فرع هنا وفرع هنا وفرع هنا مثل هذه المطاعم مثل دول الخليج اللي سووا هواي براندات كل شيء بسيطه وجو جابوها لنا صح طيب احنا نسويها واحنا نصدرها لهم المفروض احنا كلش نشكرك ونذكر عندك واكيد التزام عندنا بعد احنا بعد عندنا حلقه طبعا اكيد عيد من خلال برنامجكم على ايه. كل مشاهدينا وكل متابعينا وان شاء الله يا رب عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير
كل شكر شيف خلدون، سعيدين بك اليوم ويانا بصباحكم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا احنا باقيين ومكملين وياكم، راح نروح الى فاصل ونرجع لكم. مشاهدينا، أهم ما يميز شعبنا هو حفاظه على الموروث الشعبي والطقوس الخاصة خلال أيام العيد، رغم تأثرهم بتطور التكنولوجيا وتوسع شبكة الإنترنت، حيث يقومون بصلاة العيد ثم يتبادلون التهاني فيما بينهم، واللي تمتزج بها لغة التعايش السلمي ودعوات الخير والمحبة. طبعا في كل مكان تختلف طقوس العيد، لكنها تجتمع في الأماكن الأول عامة والمساجد والمتنزهات والمراكز التجارية. في مدينة الفلوجة ارتسمت أمنيات العيد على وجوه الجميع بمختلف أعمارهم ومسمياتهم، وطقوس الأعياد هي نفسها في السنوات السابقة باعتبار أنها العادات المتوارثة من الآباء والأبناء، ويحافظ عليها الفلوجيين من خلال التواصل ما بين العوائل. وحتى نكون أقرب ونعيش الأجواء الحقيقية، راح يكون ويانا مراسلنا من الفلوجة نبيل عزام. أهلا وسهلا بك. كل عام وانتم بألف خير على عراقنا الحبيب. وإحنا نعيش طبعا هنا في محافظة الأنبار ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كما اعتادينا أنه خلال اليومين الماضيين أنه نغطي أيضا احتفالات الأهالي المحافظة من الوافدين من كل المحافظات العراقية للأنبار على صعيد مثلا الأماكن العامة والمتنزهات. يعني اليوم احنا موجودين داخل مضيف قبيلة جميلة القيسية في قضاء القرمة شرق محافظة الأنبار، ونشوف هنا اكو عدد من الموجودين الحاضرين ايضا جايين من خارج الأنبار لمعايدة الشيخ كما اعتادت القبيلة، وكل شيوخ العشائر العربية في محافظة الأنبار تبقى تستقبل المواطنين. يمكن الصوت انقطع عندي مدى أسمع، لكن أنا راح أكمل الجولة هذه. نعم نعم نبيل. نعم هسه رجع للصوت. خلي ناخذ نلتقي ويا نعم. السلام عليكم. طبعا بالبداية نرحب بالشيخ عبد الستار الجميلي، الشيخ عام قبيلة جميلة القيسية بالعراق. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير ان شاء الله، ونسأل الله ان شاء الله انه يجعل عيد خير ومحبة وسلام وامان على الشعب العراقي وعلى العالم الاسلامي اجمع ان شاء الله، ودائما ان شاء الله تكون جماعات نهاية على 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 المودة والمحبة إن شاء الله وبما يرضى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. شيخ أنا شفت عدد من ضيوفك الكرام موجودين، خلي أيضا ألتقي بهم بعدين أرجع لك. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية جميعا والعراقيين أجمع بخير، وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع بالصحة والعافية. الله يسلمك. الشيخ أول شيء حياكم الله في مضيف قبيلة جميلة، من وين جايتكم؟ احنا من محافظة ديالة. نعم. جينا لهنا لمعايدة الشيخ، وقلنا نشوفه لأن احنا وياهم على تواصل دائم يعني. زين. دائما الطرق وإن كانت بعيدة لكن زيارة الأحبة يعني تقصر المسافة، هذا الشيء اعتاديتوا عليه كل عيد تجون هنا؟ والله مو يعني نوبات، مو بس كل عيد، نوبات باقي الأيام يعني همين نجي نسأل على الشيخ. نعم. ونشوفهم، لأن إحنا إن شاء الله وياهم أخوة يعني، وتواصل موجود تليفونيا ونوبات زيارات لهنا وبالمناسبات الأخرى وبالمناسبات الأفراح والأحزان والهاي كلها إحنا إن شاء الله متواصلين. إن شاء الله دائما الأفراح. آمين إن شاء الله. يعني إحنا اليوم راح ننقل جزء يعني، ممكن أيضا نتحدث عن ديالة، شلون وضع ديالة، شلون الناس هناك اليوم بالعيد؟ والله نعمة من الله الحمد لله، يعني هو العيد يعني بهجة للجميع يعني، وسبحانه وتعالى هي فرحة من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الموسم موسم يعني مبارك يعني، خاصة عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك يعني، هي أعياد الله سبحانه وتعالى جعلها يعني، شلون نقول الإنسان يعني يجدد وضعه، يجدد نفسه،
يعني علاقاته ايضا تتجدد مع ان شاء الله العلاقه مع الاقارب، صله الرحم بين الناس، بين الاخوه، بين الاصدقاء. يعني احنا متعنين من محافظه ديالى لهنا لثالث مكان طبي بداخل القرمه والفلوجه لضيافه الشيخ. ما اكتفيتوا بالاتصال، هسه صار بالاتصال يعني ممكن؟ لا صارت زياره، مو بس اتصال، زياره واتصال ان شاء الله. ان شاء الله الشيخ عبد الستار، احنا اليوم في مضيفكم العامر وهاي الجلسه العربيه. طبعا احنا خلي ننوه الى شغله انه احنا هذه جلسه، هذا مو المضيف، المضيف موجود لكن هذه جلسه هنا خارجيه يلتقي بها عدد من الشخصيات خصوصا الضيوف اللي جايين من خارج الانبار البعيدين. خلينا نقول شويه شيخ عبد الستار، شقد يعني دا يستمر التوافد الزوار عليكم بالعيد؟ حياكم الله. والله طبعا احنا دائما متعودين احنا كل ايام العيد الثلاث ايام الاولى للعيد هاي يعني الوفود مستمره من داخل المحافظه ومن خارج المحافظه، ولكن بصراحه احنا هذا العيد اليوم بسبب ارتفاع درجات الحراره فيعني تقريبا الكثره اكتفوا بالاتصال الهاتفي لانه ارتفاع درجه الحراره يعني قللت شويه من الحركه. لكن احنا دائما وبكل هذه الاعياد مثلا اليوم هسه قبل ما تجون والبارحه واول بارحه يعني وفود مستمره ومتوفره، يعني الحد يعني اغلبيتهم هسه اتصلوا وقالوا احنا ان شاء الله العصر او المغرب جايين على بس على درجه الحراره اللي اثرت على الحركه بشكل كبير جدا. فاحنا دائما الاعياد خاصه يعني فرصه لادامه التواصل والود والمحبه بين افراد القبيله وغير القبيله يعني من الاصدقاء والمحبين. من وين يجوكم يعني غالبا؟ اكم اماكن بعيده؟ اكيد اكيد والله يجون من يعني جو من كربلاء، من النجف، من ديالى، جوي من الشرقاط، من صلاح الدين، من بغداد، يعني من كل المحافظات. يعني الموضوع ما يقتصر على العشيره فقط او ابناء العشيره؟ لا 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 ابدا، محبين واصدقاء واللي تربطنا يعني بهم يعني اخوه وصداقه، مو فقط على الجمال، لا ما تقتصر ابدا. زين، موضوع الوجبات احنا من عادتنا انه كانبار يمكن اكله اليميه. لا انتم هنا بالقرمه خصوصا يعني قبيله جمويله نسمع عن اكله يمكن تختلف عن اليميه. هو اكيد يعني احنا كل لكل يعني نعتبر مثلا منطقه او كل قبيله مثلا يعني تمتاز بشيء معين، مثلا احنا بنروح العمان يمتازون باكله المنسف، هذا شيء يعني معروفه، تجي على الدليم الدليميه، لكن احنا كقبيله الجمويله المعروفه الاكله المفضله عندنا العيش. هاي اكله يعني ما بها مجال، يعني يتعنون مرات يعني احنا دائما المتعارف عليه انه الدليميه اللي تشريب هي اللي نخليها، بس قاموا نفسهم من عمامنا للذيم او من غير باقي المحافظات من نخلي هذا ونخلي هذا، يقول لا احنا جينا متعنين على العيش لانه بنكهه خاصه يعني، فلذلك احنا اكلتنا المفضله ان شاء الله. هو هذا الشيء نعم دواوين الحظ والبخت يعني انه هذا نعم نبيل نعم. يعني التفاصيل حلوة وهذه القاعدة جدا حلوة صراحة وممتعة وواضحة عليها أجواء العيد للأمانة. يعني شكر لك والشكر لكل الضيوف اللي كانوا موجودين طبعا احنا خليهم أيضا يعني نخلي نشوفكم الضيوف العدد من الشباب. نعم. إذا سمحتوا في دقيقة. نعم. واحدة أيضا باقي المحافظات جوي هنا وصل سلامنا وعيديتنا الناس. نعم يسلمون عليكم نعم الزملاء بالاستوديو. كل الشكر لك نبيل، شاكرين لك ولوجودك اليوم ويانا بصباحكم من محافظة الأنبار، كل الشكر لك. مشاهدينا احنا باقين ومكملين وياكم وبعدنا مستمرين بجولاتنا بمختلف المحافظات العراقية حتى نتعرف على آخر التفاصيل اللي تخص أجواء العيد من صناعة الحلويات إلى الطقوس والعادات والتقاليد وغيرها من التفاصيل. باقين ومكملين وياكم، راح نروح إلى فاصل قصير ونرجع لكم. <تص->
الدعم المعنوي للآخرين يكون أحياناً الدافع لخط وتصنع نجاح كبير وحياة جديدة لأصحابها، مثل الموهبة الشابة نور محمد اللي برز اسمها خلال الفترة الماضية كمغنية يافعة يمتاز صوتها بالرقة وشخصيتها بالهدوء. شجعتها عائلتها على تطوير موهبتها في العزف والغناء وصارت اسم معروف في الوسط الشبابي. طبعا استضافيناها سابقا وصراحة حبوها الناس بلقائها وبحوارها وحتى بأدائها. نعم بلال، نور محمد جمعت بين مواهب متعددة مثل العزف والغناء والرسم أيضا، وهذا لم يمنعها من التمسك بطموحها طبعا في إكمال دراستها والحصول على شهادة جامعية بالتخصص اللي هي تحبه. نرحب بها معنا اليوم وأيضا نرحب بزميلتها الموسيقية على آلة الجيتار الشابة سارة سيف ونقول لهم أهلا وسهلا بكم وعدكم مبارك. أهلا وسهلا، نعاد عليكم بالصحة والعافية. أهلا بكم. يعني بالحديث عن الموسيقى وهواية تفاصيل تخص الموسيقى لازم نسولف على الرغبة اللي صارت، لأن أعرف أنت تحبين تسولفين. سارة خلينا نسولف عن بداية المشوار مع الجيتار. بداية المشوار مع الجيتار حلو، هاي خوش بداية. البداية كانت عبارة عن أنه فتشي سطحي، يعني بصراحة ما كنت أعرف أي شيء عن الجيتار، بس هيك صوته حلو وحبيت أرد أجرب. أنا من النوع اللي كل شيء أحب أجرب، خطر مو خطر، حلو مو حلو، كل شيء احب اجرب. حلو، فما اعرف ليش اتجهت للجيتار، بس هو فد شيء كان حلو. صوت ما ثاني احبه كلش، حلو، احب العزف الغربي اكثر شيء، فهو يعني يقدر يلبي لي طلباتي هاي. حلو، وبس يعني هذه كانت البدايه. كانت البداية. نعم، خلينا نسولف شلون تعلمتي الجيتار، اذا كان تعليم اكاديمي او خاص، شنو التفاصيل؟ التعليم صراحه كان اكاديمي، يعني مو تعليم بالبيت، لان انا احب اطلع يصير لي واهس. انا اكاديمي اقصد اذا كان ممكن معهد فنون جميله او اكاديميه فنون جميله، هذا اللي اقصد. لا لا مو فنون جميله، يعني معهد بعيد. والاكاديمي يعتبر اي معهد هو اكاديمي، حتى اذا اهلي، حتى اذا اهلي. اي طبعا هو بالنتيجه هاي تدريس اكاديمي. قصدها هي انه انا ما مو بالبيت وعلى اليوتيوب وعلى هذا، لا ناس اساتذه. الجيتار هو حلو للبنيه، دائما يحب البنات يحبون الجيتار. اي صح. خلينا نشوف نور، شنو الاخبار؟ الحمد لله. بعد اللقاء اللي جيتي شنو تطور، شنو صار؟ لا اتطوركم واتطوركم بشغلي. إيه والله، يعني اكتشفت ارذام جديده بالجيتار، تعلمت عليها شويه سولو، قمت اعزف مو هواي لانه بصراحه يعني دراسه وهاي الامور، فاكثر شيء يعني مركزه على دراستي. زين. إيه فالسولو ما قدرت اتقنه 100%، لكن خلينا نقول 30%. والغناء؟ لا الغناء متطوره، اي هواي متطوره بيه. حلو. إيه. على شنو اعتمدتي؟ والله يعني على صوتي اعتمدت تدريبات مال السلم الموسيقي. يعني أنا أصلاً من كنت صغيرة يعني يطلع لي على اليوتيوب، بس ما كنت أعرف إنه هاي تدريبات أساسية للصوت. بعدها أنا بلشت من أكبر، افتهمت إنه هاي يعني فتشي للصوت، فهو عن طريقها أنا أطور صوتي. فالفترة الأخيرة ظليت تقريباً يومياً أتدرب عليها، أي فكل شهواي طور صوتي. حلو. عن قبل أكيد أنتم حاضرين شيء. أكيد. وتعرفون إنه عيد فلازم نسمع أشياء حلوة. آية تحب إلهام المدفعي كلش. يعني إحنا ما نريد نطلب من عندكم شيء، بس إنه أنتوا اللي محضرين، قولوا لنا شنو محضرين أنتوا. تمام، نبلش بإلهام. يلا. يلا. إلهام على فرت الثالث. Ra 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 ra.
ضجات بثقل بعدك تظل نجيم خيال حلمك مرعب شو تقول لا يا بن هيم يا بس نهار الأمل وانتظر روح تموت خطار عدنا الفرح نالك صوان شموع خطار عدنا الفرح نالك صوان شموع لم ننسى سنين العمر عثرها ليل الضيم فارشها فوق الهضب طرز هلان الغيم مشتال عمرك ذبل محل في ثلدين والقيض جاك بثقل بعدك تظل مجيب خيال حلمك مرعب شو تقول لعيب انهيم يبس انهار الامل وانتظر جميل. ما شاء الله ما جميل شاء الله. جميل يعني يعجبني هم اسمع من يعني السولو هيك مختلف او ممكن تساعديها هو ممكن الجيتار يصير ايقاع اي عادي طبيعي الوضع هو اصلا يعني ينعزف بي سولو وايقاع عادي يسوي يعني فيا ريت نسمع شيء سولو ويا اغنيه لو بس كموسيقى كيف كيفها يعني مال امر دياب امر دياب اي دياب على فت الرابع كيفكم بعد
عاشت الايادي. بس انا بدي اعرف انتم تلتقون هوايه، تتدربون سوا هوايه، يعني هذه الكيمياء اللي بيناتكم اكيد يعني لازم تلتقون هوايه صح؟ اكيد. قد وقت تدريب؟ يعني احنا اصلا نفس المدرسه وبيوتنا قريبه على بعض، يعني اكو ساعات محدده لو يعني 3 ساعات 4 اقل شيء يوميا؟ لا مو يوميا، يعني حسب احتياجك انت. اي يعني مثلا انت عندك اغنيه تريد تعزفها، هي حسب طولها صعوبتها انت من خلال تقدر تحدد الوقت. يعني هو انت شطار. هو الجيتار كافي؟ كافي شنو؟ الكم؟ اي احنا مرات انا شخصيا احب مرات اطلع عن الطريق، فاحب مرات اجرب ايقاع. أي. بيانو كمان. انا همين البيانو اكثر شيء. يعني انا اعرف التجائي بالنهايه للجيتار. زين. أي. رغم انه ما بيربع تون هو. اي بس عادي. ما عادي عادي يمشي. بس ليش ما عزفتي وحدك؟ ردت انا اسمع ساره يعني تعزف. بصراحه احس هيك عندك اشياء يعني هيك. صحيح. تقسيمات هيك مو يعني مو شرط اغنيه يعني. اعرف. أي. المقطوعات مالتي كلها طويله يعني اي خلينا نسمع جزء بسيط هيك حتى لو دقيقه. راحتك انت اختيارك. تعتبر يعني إسبانية وما أعتقد يعني راح تعجبكم، بس هي تعجبني. ليش أنت متخيلة إنه أنت اللي تشتغلي مو يعجب الناس؟ لأنه الذوق مالتي بصراحة يعني بعد ما تعرفت على أنواع من البشر هواية. أنا يعني أذواق اكتشفت إنه أغلب الناس يشترون الجيتار حتى يتعلمون العزف الشرقي مثلاً، هي الأغاني العربية اللي هستوني عزفناها. يعني احنا اصلا عزفناها حتى نرضي اكبر مجموعه من الناس يعني. ايه؟ اما انا اشتريت الجيتار لان اريد اعزف اسباني. اي حلو. اي اي ايه بس شنو يعني هذا الشيء تقريبا بالعراق ما يمشي، لانه احنا هنا نحب الثقافه الشرقيه اكثر شيء يعني اكثر من الغربيه. يعني انا اذا لا لا مو صحيح، اكو انت فاهمه الموضوع جزء من زاويه ثانيه، بس اقول لك شيء، احنا اليوم الشخص اللي يتقن عمله سواء كان بالجانب الغربي بالجانب الشرقي، اذا صدق هو ده يعزف صح ويعزف ويشتغل صح، بالعكس راح يجذب جمهور جديد. صحيح اتفق وياك. الناس تحب تسمع شيء غريب وتسمع. اي الحسب اني من اشوف انه ناس يعني نفس ذوقي اشوفهم فئه معينه متجمعه وصايره جروب ويكبرين بين بعضهم. انطوهم شيء حلو حتى يكبر هذا الجو هذا لكم حتى تاخذ راحتك بعد. احنا سعيدين جدا بيكم واكيد بعدنا مستمتعين انه احنا نسمع لكم اشياء ثانيه، فقولوا لنا انتم شنو محضرين. هيك هي الاشياء هواي اللي محضرين. شنو محضرين؟ هي تحب رحمه رياض. رحمه رياض. رحمه صار ساعة تحكي خطية سارة تقول يلا رجع. على فرت الخامس. يعني احنا عندنا شوية مشكلة بسيطة ويا الكابو لأنه هذا مال أكوستيك. ما يخالف عادي. سافر فوق ما نرجع عوف الكوكب وغيمه، كون نصير انا وياك نجمه بالسما وغيمه، نسافر فوق
حبك حبك يستوى كل ما طالت المدة أحسابك يستوى حط إيدك بدي للموت ما تخسر وتدريني أنت فارس أحلامي وأجمل صدفة بسنين يا اللي معيشني أحلى أيام ومنسيني أحزاني اسمك خارطة عمري سافر فوق ما نرجع فوق الكوكب وضيمة الله الله شكرا جزيلا لكم احنا سعيدين بكم وسعيدين بوجودكم اليوم ويانا بصباحكم بهذا الوقت الحلو صراحة اخذتونا بعالم مختلف مع الجيتار ومع جمالكم انتم شكرا صراحة جزيلا صراحة يعني مختلف وطيتوا فد جمالية احنا راح يصير الختام يمكم طبعا تقلتي عندي بعد موسيقى ثانية فريد الختام يصير يمك وخلص اوكي هي تقدر تساعدك لو لا تقدر تساعدني انا راح احطك ختامي على ذوقي على ذوقك 100% نقول للناس طبعا انتهى وقت برنامجنا ونتمنى لكم يوم سعيد مع بقية برامجنا الثانية ودائما العيد ويا اليو تي في أحلى بكل ما يمتلكه من برامج ومن تفاصيل حلوة نتمنى لكم يوم سعيد ونقول لكم انتهى وقتنا وانتم مع الموسيقى نعم مشاهدينا انتهت حلقتنا لهذا اليوم في نور العيد نشوفكم ان شاء الله يوم غد واتمنى لكم يوم سعيد برفقة الاهل والاحبة في امان الله